معتقد، طريقة تفكير جديدة، خروج من الظلم ومن حالة الظلام التي يعيش فيها الناس. ولهذا سبل كثيرة، رأينا الثورة في الأرجنتين مثلا اتخذت شكلا، الأمهات اللواتي كنا يقفن في الميدان في بيونس آيرس وفي أيديهن الشموع، هذا شكل. رأينا ثورة الطلاب في فرنسا، هذا البلد المهذب فإذا به ينقلب إلى يعني شتان صخب بشكل آخر. رأينا ثورة قام بها هؤلاء الضباط الأحرار، جدا حرام جدا، يعني يفعلون ما يريدون. تتم في غرفة عين بدون أي مواجهة. رأينا ثورة في ليبيا يموت عشرات الآلاف فيها ويتم الانتقام الشديد من الحاكم. رأينا ثورة في اليمن تقوم وتتعصب لها شكل آخر يختلف، وبالتالي لا يوجد شكل محدد للثورة. الثوار الذين هم المصريون كلهم في من وجهة نظر، يعني لأن الشباب حتى وإن كان قد تقدم خطوة في يناير بسبب طبيعة المرحلة العمرية، لأن الثورة المصرية صنعها المصريون جميعا، صنعها الأمهات اللواتي كنا جلسنا خلف الجدران وقلوبنا معلقة بما يجري في الشارع أو بادرنا بالخروج إليه. صنعتها المرأة التي رأينا في المظاهرات الأولى المجيدة أن تقريبا نصف العدد كان نساء. أين هؤلاء؟ أين ذهبنا الآن؟ رأينا الشهداء، أكثر الذين استفادوا من الثورة المصرية هم الشهداء، لأنهم ماتوا وهم يحلمون، ماتوا وهم مصدقون، ماتوا وهم ينتظرون الفجر الآتي، ورحمهم الزمان وهذا الموت المجيد من أن يبقوا حتى تلحق تضيع الوقت، وقت الفرد ووقت الجماعة، وبالتالي تفويت كل الفرص الجيدة للتنمية، لتطور الفرد والجماعة، لصيانة ما هو قائم وإقامة ما يجب أن يقوم في هذا الوقت. كل هذا يضيع لأنه الوقت أهدر، فهي لعبة كبيرة ولا تزال فصولها تتوالى حتى الآن. يعني من أربعة أيام سعدت كثيرا عندما كتب نقد كبير في مناسبة صدور الترجمة الإنجليزية العزيزية، وفي يومين متتاليين نشرت الجارديان مقالة كبيرة وكتب هذا النقد في جريدة أدبية كبيرة أنه هذه الرواية هي أهم عمل صدر في الغرب خلال سنة على الأقل. أسعدني الأمر، أسعدني ذلك لأنه طبعا لسبب شخصي يعني، لأنه ولكن لأن هناك شمعة مصرية أضاءت، وإذا بالوقت ذاته تأتي الديلي نيوز لتنشر هذا المقال القبيح عن أن المصريين سوف يصير لديهم الحق القانوني في نكاح الميتات، فتوى فكان لابد أن يصدر فورا أحد المسؤولين في مجلس الشعب تكذيبا رسميا أن هذا نوقش فيه، وأن يهدد الجريدة
لإما بتجزيم الخبر أو اتخاذ الموقف القانوني. فإذا مجلس الشعب يقول بين قوسين بلغة عربية مش لاعب لأنه زعلان من المجلس العسكري فروح جامد، ما هذا الهرج؟ يعني هو ليس في حل أن يفعل ذلك، هو ليس إمبراطورا ليمنح ويعطي، هو يخدم هذا الشعب الذي اختاره. فليعلم كل عضو في مجلس الشعب أنه خادم لهذا وليس سيدا هنا، وليس من حقه أن يغلق الملفات هكذا ويترك صورتنا في العالم تهتز لأن هناك موقفا لأنه يريد أن يحل الحكومة قبل موعد سقوطها، أو يأتي لهذا الشعب الذي هو سيده ويعلن بوضوح موقفه هذا ويستمع إلى رأي الناس الذين انتخبوه وأجلسوه على مثل هذا الكرسي. إنما أن يترك صورتنا في العالم تنهار بهذا الشكل لموضوع قد يكون كذبا وزورا ولكن لم يكذبه أحد فيصبح الكذب واقعا. ونحن نعلم أن العالم فيه من يحبوننا ومن يكرهون طبعا مثل أي جماعة أخرى، فمن الطبيعي أن يروج هؤلاء كارهون إلى مثل هذه الأخبار. نكاح الميتة، يعني هل خلى الفقه الإسلامي وهل خلى الواقع المصري المعاصر من القضايا حتى نقف الآن عند مثل هذه الأمور؟ وإن كان كاذبا فليكذب، وإن كان أحدهم قد تجرأ على نشر هذا عن مجتمعنا فليحاسب ويتخذ ضده القوانين، ولكن نحن لا نتخذ مواقف مشينا في الداخل، فبالتالي لن نتخذها في الخارج، وتكون النتيجة أنه كلما أوقت شمعت في هذا جاءت هذه الريح الخبيثة ريح الطمع السياسي واللعب على المصالح وأطفأ هذه الشمع وعدنا إلى الظلام من جديد. سنة تنفصل عن الدين يعني بس عشان هذه الدعوة العلمانية أراها لا معنى لها. هناك دائما ارتباط بين السياسة والدين، ولا يوجد أي مجتمع لا يتم فيه التماس. إنما أتحدث هنا عن الأدوار، دور رجل الدين في دار العبادة وليس في كرسي الرئاسة أو البرلمان أو الإدارة المحلية. خطورة الماس إلى هي ليس خطورة، هي كارثة، هذا يؤدي إلى كارثة ودل التاريخ على ذلك. يعني رأينا في الماضي البعيد والحاضر المعاصر كيف تؤدي السلطة السياسية القائمة على قاعدة دينية إلى كوارث في ما فعله القرامطة قديما، فيما فعله طالبان حديثا التي على مرأة ومسمع من العالم دمرت تماثيل بوذا في باميان، كما لو كان يعني الذين عاشوا 14 قرنا من الإسلام لم يكونوا مسلمين، وهذا الرجل الذي يوصل الإسلام بعد 14 قرن. هذه المناطق شهدت دولا إسلامية عظيمة في الماضي، الدولة الخوارزمية وغيرها كثير، ولم يفكر في مثل هذا الفعل الشنيع. الرجال طالبان الذين ألحقوا بنا العار لهذا الفعل، وبالتالي فإن تركت أمثال هؤلاء يفسدون المشهد السياسي ويمدون السلاح، وهذا بعيد عن كل حال لأن العسكر لم يأتم بأمر
ولكن إذا خلص هذا الموضوع لا يسوى العلاج. ما رأينا في مميان سنرى في معبد الكرنك، لأن هي نفس العقلية. ومحطة تمثيل في اسكندرية، وقد رأينا أحدهم يقول على الملأ أنه عندما يصبح رئيسا للجمهورية فإذا بلغه أن سائحة أجنبية تعود في شرم الشيخ وتعود في دمياط سيرسل فورا من يقبل عليها، وحتى لم يسأل من أي جنسية ولا من أي دين، لأن أصبح الإسلام الذي يفهمه هو حكما نافذا في العالمين، وهذا لم نره لا من النبي ولا من الصحابة. هل هؤلاء الذين يضحكون على العامة اليوم بمسألة تطبيق الشريعة هم أكثر تدينا من الخليفة عمر بن الخطاب؟